الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، مشاهدي قناة طيبة الفضائية ومستمعي إذاعة طيبة FM 103، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ديوان الإفتاء، يسعدنا أن يكون ضيفا معنا في هذه الحلقة فضيلة شيخنا دكتور قسم الله عبد الغفار، رئيس قسم الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية. أهلا مرحبا بك شيخنا الكريم. حياكم الله شيخ عاصم، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أجمعين، ونرحب بالإخوة المستمعين في هذه الحلقة وهذا اللقاء المتجدد. أكرمك الله شيخنا الكريم، ونحن ما زلنا شيخنا الكريم في فقه السوق، وتناولنا في الحلقات الماضية كثير من البيوع المنهي عنها، وكان المحور التحريم على أساس علتين أو ثلاث، الغرر والغبن والجهالة، لذلك جاء تحريم غالب هذه البيوع، ولكن هناك بيوع حلتها أو استثنتها الشريعة، قد يكون فيها شيء من الغرر، شيء من الغبن أو شيء من الجهالة بحسب ما ترونه فقهيا شيخنا الكريم. ومن هذا عقود السلم التي فيها كثير من الغبش عند كثير من الناس والمضاربة أحيانا برضه. فشيخنا الكريم، نريد أن نتناول في هذه الحلقة السلم، وإن كان هناك ما تبقى من زمن فنأخذ المضاربة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كنا قد تطرقنا إلى الحديث عن السلم في ثنايا حديثنا والإجابات عن بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة المتصلين، لكن السلم كان معروفا قديما بيسمى السلف، ويسمى السلف ويسمى بيع المحاويج، وقالوا بيع المحاويج لحاجة الناس إليه، وكان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، كان معروفا قبل الجاهلية في الإسلام. فهناك من الأحكام التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام فأقر بعض هذه الأحكام، وكانت هناك من الأحكام في الجاهلية أو بعض المعاملات التي كانت في الجاهلية فجاء الإسلام فألغاها. من المعاملات التي كانت في الجاهلية السلم، ومنها المضاربة التي كانت يعرفها العرب في الجاهلية، جاء الإسلام فأقر هذه الصورة لكن وضع لها حدود. السلم قلنا تعريفه لغة هو السلف، واصطلاحا هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، أي بيع شيء موصوف في الذمة، أبيعك قمح، أبيعك شعير، أبيعك ذرة، أبيعك تمر، موصوف في الذمة بثمن مؤجل، على أن يكون ثمن الجوال مثلا 50 20. إذن يقول عبد الله بن عباس، وقد جاء أو جاءت مشروعية السلم من الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز بيع السلم. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا بهم يسلفون للسنة والسنتين والحول والحولين، يسلفون في التمر، كانوا معروفين الأنصار باعتباره الدين، ولكن في موصوف الذمة في أوقات. أي نعم. فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون، وهناك قد تقع الجهالة، أقول أبيعك تمري هذا على أن تعطيني 50 ألفا، على أن تعطيني 60 ألفا. التمر قد يأتي بتمر كثير وقد يأتي بتمر قليل، وهنا تكون الجهالة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى وضعوا شروط لرأس المال الذي يباع به السلم، يشترى به السلم، أو وضعوا شروطا في المسلم فيه في السلعة. نعم. السلعة التي تباع لابد أن تكون فيها شروط واضحة. الشروط التي هي في رأس المال الذي يباع، قالوا أن يكون معلوم الجنس. الشيخ الكريم، قبل أن ندخل في التفصيل رأس المال، هل السلم في 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 في, في الآن العقود المعروفة في السلم في المشاريع الزراعية، فهل يشمل بس المشاريع الزراعية فقط؟ لأن العقود السلم الآن نشوفها مثلا في البنوك في التمويل بالنسبة للمزارعين للمحاصيل. لا حرج في ذلك. هل السلم خاص بالزراعة؟ يعني ممكن أنا يكون هذا بيع السلم في أسمنتي في حديد مثلا، ولا خاص لا يشترط فيه الزرع. نعم. لا يشترط فيه الزرع. جاء في حديث جابر، كان بعض الفقهاء يشترطوا ذلك، كان سيأتي هذا معنا في التفصيل. طيب. قالوا: كنا نبيع النبط على تمورنا بثمن مؤجل، وكنا نبيع النبطة فلم يكن يسألون عن ألنا زروع أم ليس لنا. النبطة شنو شيء؟ النبطة هؤلاء الذين كانوا يأتون إلى المدينة من أهل الكفر.
نعم. سواء كانوا من الروم أو من فارس كانوا يسمونهم نبطا، كانوا يأتون إلى أرض مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن السلم قد يكون في الزرع، وهذا في غالب العموم، أو يكون عندي بضاعة أسمنت، عندي سيخ، عندي كذا، يجوز أن أسالمك فيها، يكون فيها السلم ويكون فيها البيع بالتأجيل. والشاهد على ذلك والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هو دين، هو دين. إذن السلم ليس خاص بالزراعة، ليس خاص بالزراعة. إن كانت فقط. إن كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى لما سموه بيع المحاويج لحاجة المزارع لنماء زرعه ولإكمال زرعه ولكذا، فلا حرج في ذلك. الشرط شروط، إذا سلمت الشروط أو توفرت هذه الشروط كان السلم صحيحا، كان السلم صحيحا. قالوا شروط في رأس المال، شروط في رأس المال، وشروط في السلعة المسلم فيه. شروط رأس المال يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن تكون معلومة الجنس. أشتري منك جوال القمح ب50,000 جنيه سوداني، ب1,500 جنيه سوداني. أشتري منك القيمة، رأسنا عن القيمة الجنس، أي لابد أن تكون معلومة، جنيه ولا دولار. نعم. قديما كان ذهب أو فضة، يعني أقول لك اشتري منك هذا الزرع بمقدار كيل من الزرع ب50 دينار ذهبية أو ب200 درهم فضية. كان قديما لابد أن يكون معلوم الجنس، إما ذهبا وإما فضة. اليوم نحن نقول العملات اللي عندنا بيعك بأي صورة لابد أن يكون معلوم الجنس، بالجنيه السوداني أو بالدولار أو بالريال، لابد أن يكون، لابد أن يكون معلوم القدر. يعني اشتري منك الشوال ب2000، الآن معلوم القدر. نعم. طيب، واشترطوا كذلك في أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر، القدر. اشترطوا في السلعة، السلعة اشترطوا شروط التي جاءت في الحديث: الكيل المعلوم والوزن المعلوم والأجل المعلوم. لا بد أن يكون هناك كيل معلوم، هو الكيل مقدار شوال شوالين، مقدار قنطار قنطارين، حسب المقدار الذي يقع فيه أو السلعة التي يقع فيها السلم. السلم نعم. طيب، الوزن المعلوم لا بد إن كانت من الموزونات تكون بوزن معلوم. الأجل المعلوم، الأجل المعلوم زمن، أقول لك بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، هذه معلومة. نعم. إذا قلت لك بعد 3 أشهر، اختلف العلماء في مسألة هل تعد من الأجال المعلومة أم ليست من الأجال المعلومة، كقدوم الحاج مثلا، أقول لك اشتري منك أو أبيعك هذا القمح إلى قدوم الحاج، قدوم الحاج أو وقت العطاء. نعم. أو عند الجزازي أو الحصاد، يقول لك والله أبيعك أنا لما أحصد أديك، أو يقول لك والله لما أجز العنب أو التمر. نعم. أديك عند الموسم مثلا. عند الموسم، عند الموسم. أو واحد يقول لك ما واضح المسألة، مثلا واحد عنده زرع. نعم. الآن جاء قال لك والله أنا أبيعك 20 شوال قمح أو 20 شوال سمسم، سعر الشوال بكذا، لكن أسلمك وقت الحصاد، وقت الحصاد. طيب، في ناس زرعت في الأول قد تحصد بعد 3 أشهر، وفي ناس زرعت تأخرت قد تحصد بعد 4 أشهر. إذن يختلف وقت الحصاد، لكنه كله يكون في وقت معلوم. نعم. هل هذا يعد أجلا معلوما أم لا؟ جماهير الفقهاء على أنه لا بد أن تكون الآجال المعلومة بالأشهر أو السنين، مدة محددة. أيوة، أشهر أو سنين. طيب، المالكية عليهم رحمة الله تعالى أجازوا، قالوا يجوز أن يكون وقتا معلوما كقدوم الحاج. الحاج يقدم عادة في المحرم، يقدم في الربيع. نعم. لا يتأخر. طيب، عن هذا شيخ الكريم، إن قدم الحاج ولم أحصد مثلا؟ لا لا لا، قدوم الحاج في عادة بيكون أي نعم، أي نعم، التوقيت أكيد بعد الحصاد. أي نعم. أو يقول لك عند العطاء، أنا لما يجيني العطاء أعطيك، يرسو عليه عطاء مثلا. لا لا، عطاء، العطاء زمان كان يعطى الناس عطاء، حدث معك بالمصطلحات. لكن قديما كان العطاء يعطونه في السنة، العطاء هوش العطاء كان من بيت مال المسلمين، نحن نسميه المرتبات. المرتبات، المرتبات. طيب، زمان كانوا يدون بالسنة، أول بدلات شيخ. أي بس أول بدل. فأو قدوم هذه كلها. طيب، مالك عليه رحمة الله تعالى عدها من الأجال المعلومة. نعم. إذن الشرط الذي اشترط في السلعة والمسلم فيه أن تكون معلومة الكيل معلوم. نعم. وأن تكون وزنا معلوما أو أجلا معلوما، معلوم. أي لا حرج عند مالك عليه رحمة الله تعالى بقدوم. نعم. الحاج أو عند العطاء أو عند الحصاد أو الجزاز. طيب شيخ الكريم، في الوزن المعلوم والأجل المعلوم، لكن الآن في مواصفات، يعني نأخذ مثلا الآن التمر مثلا. أي نعم.
عندنا في السودان هنا أصناف مثلا قنديلة، بركاوي، جاوة، خليط، الحاجات دي. هل كلمة تمري خلاص تشمل تمر أي نوع من أنواع التمر؟ ما بيحصل خلاف بعد؟ لا بد من تسمية. الأنواع تختلف في الجودة عندنا الآن، في حتى في المحاصيل أو السمسم يختلف، السمسم الأبيض درجة أولى درجة ثانية. أي نعم، وفيه عاد خاص للتصدير. صحيح. طيب. صحيح، لا حرج أن تكون الصفة، لا بد أن يكون وصوفا صفة في الذمة معلومة. لا غير، مش غير موجود في الحديث. أي وصوفة، وصف واضح، الوصف لا بد أن يكون واضحا. نعم. طيب تكون معلومة، العلم علم هذه السلعة. طيب عندنا تمر، عندنا التمر أنواع. طيب، طيب سعره الآن لو قلنا اليوم، في السابق كان التمر البرني أكثر من الجنيب، اليوم عندنا هذه الأشياء قديمة، البرني والجنيب. أنا جايك لمصطلحات قديمة، دي قديمة. طيب. اليوم عندنا مثلا القنديلة، عندنا بركاوي، لا عندنا مثلا الجاو. طيب، سموه جاو. جاو ده أقل أنواع، يسمى حشفا. نعم. أقل أنواع التمر، يعني تمرا رديئا. فهذا السعر الجوال من هذا اليوم ما يزيد على 5000. طيب. وسعر الجوال من أقل على 500 جنيه، فرق. طيب نعم. يعني الواحد من هذا يساوي 10 من هذا. 10 من هذا. فلا بد أن تنتفي الصفة، لا بد أن تكون الصفة واضحة في التمر الذي تقع عليه، يقع عليه السلام. طيب، يدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي الذي أسلفه زيد بن سعنة. نعم. فقال أعطيك مالا، وكان قد جاءه بعض الناس يريدون مالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل علي من بيت المال فقال لا نجد فيه شيئا. قال فوجدها زيد بن سعنة فرصة، قال يا محمد إني أسلفك على أن تسلفني من تمر بني فلان. تمر بني فلان كان تمرا جيدا معروف في المدينة بجودته. قال له لا تسمي تمر بني فلان، فإنا نعطيك تمر كذا من تمرنا. إذن هنا لا بد أن تكون الصفة معلومة واضحة. معلومة. أي نعم. طيب، التمر معلوم، سمسم الأحمر من السمسم الأبيض، الذرة أنواع، لا بد أن يكون السلم معروف على على صنف. طيب، معلوم. في الزراعة شيخ الكريم، يعني هل يشترط أكون الزراعة حقتي؟ لأنه قد مثلا أنا أزرع ذرة، خلينا نسمي الأسماء أنا ما عندي بها علم، أقول طابق مثلا. أي نعم. ويجي بعد ذاك مثلا لما أجي أحصد يكون فتريته مثلا ما يحصل. أي. هل بالضرورة يكون من المحصول، ولا يمكن أنا أشتري من السوق وأدي الزول الحاجة؟ ما هو لا حرج، لا حرج. أن القصد الإيفاء بال أيوه، القصد هو الإيفاء. الإيفاء. أي نعم، القصد من عندي أو من غيري. أي نعم، ما يشترط. ولذلك قلنا في حديث جابر قال ما كنا نسألهم لهم زروع أم ليس لهم زروع، وما كنا نسأل عندنا زروع أم ليست لنا زروع. ممكن أستدين، يعني ممكن هذه معاملة أن تحصل في السوق. لا لا حرج. استلفت منك، جاء موعد السداد، أمشي أستلف من أحد آخر وأسدد لك، ويكون هذه معاملة أخرى. لا حرج، بشرط أن لا تقع الزيادة ولا يقع البدل، بشرط أن لا تقع فيها زيادة. اتفقنا على 50 شوال، 50 شوال. نعم. ما أقول لك والله الآن سعر الشوال 100 وأنا كان اشتريت منك في 90، لا أديك. الاتفاق اللي حصل أول. لابد لا يرجع نقدا. مهما يحصل من تغيير في العملة، في فرع قص. نعم نعم. إلا يكون في فضل من الزول مثلا، إلا يكون بينهم الفضل، بينهم التفاضل. نعم. ويأتي فيها، تدخل فيها من باب وضع الجوائح، وضع الجوائح. نعم. مثلا أحد الناس عنده زرع، باع لأحد الناس بعد بدو الصلاح مثلا، باع له تمر، باع له كذا بعد الخرص والتخمين، فإذا بهذا الرجل يحصل له فساد في المحصول، فساد في المحصول. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بأي شيء يأخذ مال أخيه، بأي شيء يأخذ مال أخيه، مال أخيه. ولذلك اختلف العلماء في وضع الجوائح، نأتي إن شاء الله لتفصيلها. لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا أن مالك عليه رحمة الله تعالى يقول أن ما زاد على الثلث يعد جائحة، وما قل على الثلث. واحد من الناس مزارع باع لواحد من الناس. نعم. قبل أن يحصد جاءت جائحة. جائحة. نعم. طيب. فأيوة أكلت الزرع جراد كذا. غير. نعم. طيب إذا كانت زائدة على الثلث عند مالك تعد جائحة، أما إذا كانت أقل من الثلث فيتحملها الذي اشترى. نعم. طيب العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندهم أنها الجائحة إذا كانت قبل، إذا كانت جائحة ولم تكن بفساد الرجل المشتري، فإن يرجع صاحب السلعة لسلعته. شيخنا، لا نرجع لهذه الجوائح للإفلاس بالمصطلح الآن الموجود. الجوائح هي خاصة بالزرع، لكن قد يدخل فيها التفليس له باب خاص. لذلك خلينا نرجيها مع بعض لأن فيها تشابه. لكن شيخ الكريم، هنا شبهة كبيرة في هذا الأمر، يعني الأصناف الربوية يدخل فيها الإسلاف هذا،
الاستثناء هل للأصناف الربوية أم لغير الأصناف الربوية؟ يعني التمر بالتمر. نعم. سواء بسواها بها. الآن هناك أصبح الأصناف الربوية ستة. هي ستة التي جاءت في الحديث، لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا أن هذه الأصناف ليست المقصودة. جماهير العلماء عدا الإمام أحمد الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال الربا في هذه الأصناف. وما وفي عداها؟ في عداها لا. نعم. يعني قال هذه في الأزل. الجماهير العلماء على أن هذه الأصناف فيها علل، علة الكيل والوزن، علة الطعم أنها مطعومة ومدخرة ومقتاتة، وعلة السمنية، هذه علل جماعة العلماء في. نعم. فكل ما ألحق بهذه عدة صنفا ربوية من هذه الأصناف، فتدخل فيه الربا، يقع فيه السلم بالشروط التي ذكرناها. نعم. يعني الآن ممكن نستثنى من الربا اللي هو يكون عقود سلم، أي لا حرج. إذا كان في دخل في عقد بتاع سلم بيطلع من الربا، يخرج من الربا، يخرج من عقد السلم. لكن عقد السلم هو تسليم مال معجل، تسليم مال معجل. أيوة. أنا الآن أنت الآن في الزرع مثلا، عندك دار تزرع، عندك تقاوي، عندك أسمدة، وعندك كذا. والله يا أخي أنا داير أنا محتاج للمال، وأنت تاجر محتاج للزرع، محتاج للسمسم. نعم. القمح، الذرة. فأقول لك يا أخي والله أنا قبل أشتري منك الشوال بخمسين، شوال بخمسين، أديك الآن المال، عد لك والله إذا لي 100 شوال أديك 5000، أنت تستلم. لما يجي وقت الحصاد يقع التسليم فيه في المسلم، فيه في السلعة. طيب إذا الآن أخذنا الشيخ الكريم، كثير من الناس يعني بيفتكر إنه مثلا الذهب هو سلعة الآن وليس الثمن. نعم. إلا عالميا طبعا مقدر إنه هو. نعم. كذلك مثلا الآن العملة الصعبة الدولار مثلا الآن هو سلعة. نعم. وليس ثمنية، يعني بدينا يتاجرون فيه. هذه الآن لا نعد هذا عرف في السوق، لا يعد. نحن عندنا العرف الآن طارئ، جعل الدولار سلعة. نعم. الدولار مال ليس سلعة نتعامل بها. نعم. ولذلك من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من ضيق مسألة الصرف، مسألة الصرف لا. نعم. بد أن تكون يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ولا يجوز فيها التأجيل. يعني العرف في أي. نعم. وتكلمنا طيب فيه الذهب الآن ليس ثمن شيخ الكريم، بدأ أنه الآن سلعة ومعرض وزول يشتري ويبيع. لا حرج، الذهب من قديم كان الذهب قد يكون تبرا وقد يكون مصاغا وقد يكون ترابا. نعم. كلها مشغول. نعم. ولها أسمان، لها أسمان، كانوا يبيعون العقد بمثله ذهبا. نعم. لذلك عندما جاء الرجل الذي باع عقدا وفيه شيء من الذهب وفيه شيء من غيره، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بعت هذا بكذا من الذهب، عقد مصنوع. نعم. فيه عقيق، فيه كذا، وفيه ذهب. قال له: لا 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 يجوز، استخرج العقيق وزين الذهب. نعم. بالذهب لا بد، حتى لا يقع الربا لا. نعم. يقع التفاضل، لا يقع التفاضل. وهنا الذهب بالذهب، الذهب بالمال، قلنا فيه التقابض، لا يجوز التأجيل. إذا حسبنا أو عددنا أنه اليوم سلعة. نعم. تشترى، لا يجوز فيها التأجيل. أقول لك والله يا أخي أديك الدين الذهب، وعديك أديك القروش المال، لا لا بد فيها نقدا يدا بيد. ممكن زولي يستلف ذهب يرجع ذهب زي ما هو. أي إذا استلف ذهب يرجع ذهب، ما في إشكال. 10 جرام ورجع لك بعد سنة 10 جرام. أي نعم. وإن اختلفت الأنواع هنا، الذهب إذا كان ذهب خليجي، ذهب محلي، ذهب جرام، لا بد يكون موصوف معروف ظاهر. لا بالجرامي، بالجرام، بالجرام يعني. لكن قصدي يعني مثلا الآن مثلا بيقول مثلا البحرين، مثلا البحريني لا زبدي كده. أي نعم. هذه لا بد من تماثل الصفة، واضح تماثل الصفة. أي تماثل الصفة. حتى لكن إذا كنا مثلا أنا جبت لك سوداني وديتك زيادة عليه وربا. نعم. أنت اديتني مثلا الآن بحريني، اديتني الهرزوج الكويتي، المهم. نعم. على ما هو مسمى عند أهل الصناعة. نعم. طيب أنا رجعت لك ذهب سوداني، رجعت لي قلت لي انت، قلت لي والله يا اخي انا قيمه الذهب الكويتي او البحريني اعلى مثلا. نعم. فانت تدفع لي فرق، الفرق ده مباشره ربا. اول جديد بالمستعمل الان، يقول لك جديد بكذا مستعمل بكذا. الماشي الان يبيع المستعمل، مستعمل برا. اي نعم. يبيع اول الذهب اللي عنده، بعدين يستلم ماله، بعد ذاك يشتري. يبدأ يكون عندنا حلقة خاصة عن الذهب بشيخ الكريم، في مشاكل كثيرة. طيب لعله الزمن سرقنا شيخ الكريم، هل شيء يتبقى في موضوع السلام؟
نحن جئنا على كل محاور السلام، وقد يعني استقصينا الموضوع إن كان بقية تأتي في الأسئلة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى المفصلين إن شاء الله. أكرمك الله شيخ الكريم، شاكر لكم جدا في هذه العجالة على أن هذا الأمر مهم جدا، وأنا من الناس اللي كنت مفتكر أن السلام شيخ الكريم في الزراعة بس، لأنه وجدنا عقود السلام والبنوك الزراعية وغيرها مع المزارعين يحصرونها في الزراعة فقط. هو أغلبها نعم. أغلبها نعم. بعدك ممكن نعمل عقد سلام في سيخ حديث في أي عادي إن شاء الله. شكر لك شيخ الكريم، جزاك الله خير، ونسأل الله يكتب لنا النفع بما قلت ويجزيك خيرا على ما قلت. إذن أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، بعد الفاصل نبقى مع أسئلتكم واستفساراتكم يجيب عليها شيخنا الكريم الدكتور قسم الله عبد الغفار رئيس قسم الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية، على أرقام التواصل تظهر تبعنا على الشاشة 0183 40 47 أو 0922 99 00 99. فاصل قصير بعده نواصل، ابقوا معنا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، ونحن بعد هذا الفاصل نبقى مع أسئلتكم التي يجيب عليها شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه الدكتور قسم الله عبد الغفار رئيس قسم الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية، ونبقى مع أول المتصلين الأختها من الجزيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحبتين بك أختي الكريمة، تفضلي. أنا كنت أنا عيانة لي 3 سنة من جدة. نعم. هل يقول لك شيء بشيخ ببخرات بالجناي وغالبا بالقرآن؟ طيب. ما أعرف. بخرات اللي هي بآيات قرآنية يعني؟ أي بسوى في الناس. طيب. أيوة. ومشاهد وتاني أخذ أشهر عيانة ما قاعد أقول يعني ما عاد رجلي حقوقه، وكلمت وتاعي في لي ودعيت بسوى الزواج، لكن إذا ما مرض ما في هنا خايف على ربنا يسويني بهنا بحقوقه. طيب انت بتمشي كنت للرغية بدون علم الزوج يعني؟ لا انا ما اعرفش رغية برضو. طيب بس ما عليك دار ارام الشيخ، لان عندي مشكلة خاصة ما بقدر اقولها. طيب ان شاء الله اخواننا في الكنترول يدوك الرقم باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. تواصل مع اخواننا في الكنترول ان شاء الله. نسأل الله يشفيك ويعافيك ان شاء الله. الاخ صديق من بحري، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلين وسهلين حبابك، مرحبتين. لك التحية والتحية كل مشاهدين قناة طيبة الصغير. أكرمك الله يا أخ صديقي، تفضل. الله يخليك. أستاذي في حدين أفضل معني. ألو؟ نعم نسمعك. طيب إذا مشيت للشيخ يعني لو كان يجيب آية القرآن أو بخارات أو وديك حاجة كده نحاية ولك كده شيء يعني لا. وأنا صرت له ولسه حرام وكده كده كلام زي ده يعني. لا لا طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا صديق. تسلم كل المشاهدين كمان. الله يكرمك في الدارين، كثر خيرك كثير. يبدو أن في تشابه بين الأخ والصديق. نعم بيناتهم. طيب نجيب على الأختها من الجزيرة، ربنا يشفيها. دعواتك لشيخ الكريم بداية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يولي عليها العافية وأن يتم عليها الشفاء وأن يصب عليها الخير صبه ولي ذلك القادر عليه. طيب شيخ هي حقيقة جزاه الله خير حريص على أمرين. الأمر الأول حريص على الاستشفاء، ولا حرج في الإنسان أن يأخذ بالأسباب. نعم. صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا أنزل الله له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام، وفي رواية إلا الموت، وفي رواية إلا الهرم. ولذلك السام بمعنى الملل، والسام بمعنى السام الموت. يعني جاء بالروايات بينت أن هذا الأمر هو الموت أو الهرم، هذين الأمرين ليس لهما علاج. السام بألف غير مهموزة. أي نعم. همزة وصل. فقالوا أن الموت أو الهرم، لكن بقية الأمراض يلتمس الإنسان الشفاء في أولا في الأخذ بالأسباب، أسباب العلاج. نعم. ثانيا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يوالي عليه النعمة والعافية، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الدعاء. الأمر الثالث لا حرج الإنسان يستشفي بالقرآن، فالقرآن شفاء، والرقية الشرعية
سواء قرأها الإنسان أو قرأت عليه لا حرج في ذلك من رقية الشرعية بضوابطها المشروعة، أن تأتي تذهب إن كانت مرأة تذهب بحجابها الشرعي إلى الراقي يذهب معها محرم من محارمها، أي نعم بشروط الشرعية لا حرج في ذلك. طيب السؤال عن حقوق الزوج، هذا من حرصها. الحقوق الزوجية إذا رفع الله ما وهب أسقط ما أوجب، نقول أنت الآن في هذه الحالة المرضية وهذه النية التي في قلبك على الحرص على الحقوق الزوجية الشرعية، نسأل الله سبحانه وتعالى يصيبك عليها، وعلى الزوج أن يتفهم هذا الوضع الذي أنت فيه وأن يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى نتجاوز هذه المرحلة، لكن لا اسم عليك، لا اسم عليك بإذن الله تعالى. أمر كتبه الله عليها إذا قاعدة عند علماء الأصول، إذا رفع الله ما وهب أسقط ما أوجب، هذا في جميع التكاليف الشرعية. فالإنسان إذا كان قائما صحيحا فالصلاة في حقه الواجب أن يقوم ويصلي، لكن إذا ما استطاع أن يقوم فيصلي جالس، ما استطاع أن يصلي جالس ليصلي على جنب. إذن هذه تكاليف شرعية، إذا رفع الله ما وهب للإنسان من القدرة على القيام فأسقط ما أوجب. فنقول أن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوالي عليها النعمة والعافية ولي ذلك والقادر عليه. آمين رب العالمين. لعل سؤال المحيوة البخرة نريده بعد أن نأخذ متصل لا ندخل عليه الشيخ الكريم. الأخت ميم من ربك، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ميم من ربك. حبابك أخت ميم تفضلي. يلا بسأل، أنا عندي كم كنت مريضة بالاكتئاب، التهاب ولا اكتئاب؟ يلا عندي الاكتئاب مثلا مرة يعني في 3 سنة ولا 4 سنة مريضة بالاكتئاب، يعني مريضة للبريتين يعني ما بقدر يعني ما بتحمل. يا أخت ميم أخت ميم بالراحة بالراحة لو سمحت. يلا ما بقدر أصوم ما بقدر أصوم يعني ما كنت يعني ما بتقدر تصومي؟ يلا هكي الآن شديد تماما يعني ما عندي مشكلة. كم رمضان صايمه؟ 5 أو 6 رمضان يلا الحكم الساتر أنا ما كنت صايمه، أعمل شنو؟ الفترة الفترة الما صليتيها عارفاها يا أخت ميم؟ أخت ميم الفترة الما صليتيها عارفاها؟ الفترة ممكن أحسبه ممكن أذكره يعني ممكن أذكر كم سنة يعني كم سنة ما كنتم بتذكروا إن شاء الله يعني لو حسبتها بقدر أذكره. طيب تسمعي لي إن شاء الله، نسأل الله يشفيك بإذن الله تبارك وتعالى. أخت رمي السام من الصحافة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية لك أستاذ عاصم والأستاذ بسم الله. لك التحية ابنتنا الكريمة. عندي لك 3 أسئلة إن شاء الله. تفضلي. السؤال الأول، الزمام، إنه أبغيت زمام أشربهم شنو؟ الزمام؟ نعم الزمام؟ نعم في واحد بالقد واحد بتركبيه. نعم نعم طيب نعم حكمه؟ أي طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني الكرت، لأني حمشي الدكان أشتري كرت ب6 جنيه نعم. لا من أنزله في التلفون بتاعي يعني اشتريت من الدكان اشتريت ب6 جنيه ونزلت في التلفون جاني ب5 جنيه نعم. طيب السؤال التالي، نعم أدلوك إلا جواز صغار. طيب شكرا أكرمك الله ابنتنا رميسة على هذه الأسئلة. سؤال الأخ صديق والأخت هبة في التداوي والعلاج اللي هو الآن عندنا عرف المحاية اللي هي كتابة رقية وفي الماء وتشرب، والبخرة تضع في النار أو في البخور مثلا. بالنسبة للمحاية فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء من أجازه عليهم رحمة الله تعالى، وكانت قديما إن كانت من القرآن كانت القرآن يقرأ ويمحى ويشرب دعاء أو حديث ما يشرب القرآن الذي ورد القرآن فقط عن ابن عباس عليه رحمة الله تعالى وأسر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. وإن كان المسألة لها فيها خلاف بين المتأخرين من العلماء الحنابل عليهم رحمة الله تعالى. بالنسبة لغيرها حتى نحدد شيخ الكريم، المحاية الذي فيها خلاف أن تكون مكتوبة من القرآن هذه فيها خلاف. أين نعم. ما عداها فلا، ما عداها يعني الدعاء أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم غيرها لا. ما ورد أنه كان يكتبون الدعاء ويمحونه، الذي كان يمحى لالتماس البركة في القرآن وفي آية كتاب الله تعالى، غيرها من ما يكتب من الأدعية. نعم.
أما الرقى أو الدعاء بما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم، نعم. فكان ما كان لم يكن فيه شرك، لم يكن فيه كذا، فكان يقبله صلى الله عليه وسلم ويرد البقية، نعم. لا حرج في ذلك. أما بالنسبة لمحاية القرآن فقد ورد فيها بعض الأقوال لأهل العلم أن على الجواز جوازها، نعم. أما البخرات فلا يجوز فيها، ولم يرد فيها فيها دليل، لا لا بالقرآن ولا بغير القرآن. أي نعم، لم يرد فيها دليل، لا أن يكون مثلا عليه، والعلم عند الله تعالى. إلا أن تكون أعشاب، وهذه هذه شيء آخر. لا، الأعشاب كأعشاب هذا من باب التداوي، نعم. يعد علاجا، يعد علاجا، نعم. من العلاج ما يمسح، ومن العلاج ما يشرب، من العلاج ما يستنشق. قد يكون يستنشق، نعم. لا حرج في هذا، ما في حرج. أي نعم. لكن كشيء مكتوب، كشيء مكتوب التماس الشفاء فيه، لا. بالبخور ما ورد، ما ورد، نعم. في هذا العلم عند الله تعالى. طيب شكل المحاية الشيخ الكريم حتى يتضح الأمر الآن، يعني الناس بيكتبوا أشياء، بيكتبوا قرآن بالقلبة، بيعملوا بيعملوا أرقام، بيعملوا آية الكرسي مثلا، يقرأ آية، يكتب سورة الفاتحة، سورة واضحة، أيوة سورة كما رسم المصحف يعني. أي نعم، يكتب قرآن، سورة من القرآن، نعم. ونقول فيها إن كان فيها الخلاف، إن كان فيها الخلاف نحن نقول هذا من باب العلم، بالعلم أن من العلماء من أجاز ذلك، لا حرج في ذلك، والعلم، نعم. عند الله تعالى، نعم. أكرمك الله شيخ الكريم. الأخت تميم من ربك كانت مريضة فترة، نعم. من الزمن باكتئاب، نسأل الله يشفيها، وهي لا تدري الفترة ما صلت فيها، لعلها تتذكر يعني حوالي إن كانت الحالة هي غاب عنها الوعي تماما فإن التكاليف قد سقطت الآن. نعم. علميا الاكتئاب هل هو فقدان الوعي؟ أي نعم، أي نعم. نعم. هذه حديد الطبيب إن كانت، نعم. غابت عن الوعي تماما، لا تعلم المدة التي كانت مريضة فيها، فهذه التكاليف قد سقطت عليها، نقول لها عليها أن تستأنف الصلاة، وأنها تزيد من تكسر من النوافل، نعم. تكسر من النوافل. إن كانت حالة متقطعة تأتيها أحيانا فتحسب المقدار الزمان الذي تكون فيه، علمت أن هذه، نعم. أي نعم، تحسب هذه، وما يغلب على ظنها تؤدي الفوائد، والعلم عند الله تعالى. إذن هي الآن تجتهد قدر الإمكان فإنها تحسب مدة، تحسب المدة وما يغلب على ظنها وتقضيها، وتقضيها، نعم. وما تبقى تكثر من النوافل، تكثر من النوافل إن شاء الله. أكرمك الله شيخ الكريم. ابنتنا رميساء عندها ثلاث أسئلة، وتعجبت في مسألة الزمام لأنه ذهبت إلى الزمام الأصلي، يعني الزمام والدب الخطام، والآن هو الآن ما تتجمل به المرأة، كان يسمى قديما، نعم. يعني هذه كانت كانت عادة عند العرب قديما، وكانوا إما يعملون يفعلونها زينة للمرأة، وإما يفعلونها علاجا، علاجا للأنف، أي كانت علاجا للأنف، نعم. فلا حرج، لا حرج في الزمام الذي يوضع للزينة، تتزين المرأة لزوجها، وهذا من كمال التبعل، وتقيد فيه الأعراف لزوجها فقط، لزوجها، نعم. الآن لا يلبس للزوج شيخ الكريم، لا، هو الزينة مقيدة الآن كثير، يعني الزينة مقيدة بالزوج، زينة مقيدة بأنها تكون لزوجها، نعم. ألا، نعم. ألا يكون هذا ما ظهر منها شيخ الكريم إذا أجزنا الوجه مثلا؟ لا، تدخل في الزينة، ممنوع، لا لا يدخل، أي أي، أي نعم، أي نعم، يعني تخلعه إذا خرجت، إذا جاءت بيتها، نعم. هي متزوجة، أي نعم، أي نعم. ومن لم تكن ذات زوج فلا حاجة للزمام، أي نعم. فلكن نقول في العموم مسألة الزمام على الجواز كان عرفا قديما، نعم. ويختلف فيه أعراف العرب من حي إلى حي ومن بلد إلى بلد. أكرمك الله شيخ الكريم. سؤالها الثاني، الكرت السكراتش الرصيد تشتري، يعني دكان بيبس، قبل أن نجيب على ذلك نحيي ابنتنا هذه على هذه الأسئلة، أكرمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق لما يحب ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون من الذين ينشؤون على طاعة الله تعالى، وأن يجزي والديها خير الجزاء على الإحسان في تربيته، وإخوانها أيضا، وإخوانها كذلك. فنقول أن السؤال بالنسبة لبيع الرصيد، سؤال عن بيع الرصيد هل يجوز أم لا يجوز، تفاضل فيه في القيمة، نعم. في التفاضل في القيمة، بيع الرصيد نحن نقول أن الرصيد سلعة، رصيد الوحدات الداخلية، أي نعم. نعم. هي الآن تحول لدقائق، أي تتحول إلى سلعة استخدمها للمكالمات، نعم. الاتصال. طيب هذا الحال المستقر، نحن عندنا في للأسف الشديد أسواقنا تغير فيها عرف السوق، ولذلك إذا كانت هذه السلعة أصبحت مالا، تحايل على المال والقصد فيها المال، مال بمال متفاضل، فتدخل فيها الحرمة، تدخل فيها الحرمة. نحن نقول متى ما كانت هذه سلعة تستخدم لماذا؟ للاستخدام، استخدام ليست السلعة، نعم. ليست تداول المال. فبعض الناس الآن يتحايل استخدام أو تداول المال ب الرصيد بصورة متفاضلة، بدل أن أقول لك يا أخي أنا أديك 50,000 كاش، أديك ليها
48 45 احول لك رصيد وانت. لكن شيخ الكريم في النهايه هي ترجع للامر الرصيد يعني مهما انت تدوّل فيه في النهايه تحول الى مكالمات دقائق. نحن نقول متى ما كان الغرض السلام العبره في العقود. نعم. العبره في اي عقد من العقود، هذه قاعده اخي عاصم، العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. نعم. فهذه العبره متى ما انتفت في العقد فان القصد من شيخ الكريم. الناس يحولون رصيد مثلا، حول لك رصيد ب 500 جنيه على سنه انا ما في طريقه احول لك قروش، فتمشي انت تبيعه لشخص اخر ب 490 عشان ذاك يربح فيه مثلا. قصدك انت انا قصدي احول لك قروش. ما نحن قلنا ما الطريقة الصورة، الصوره التي ذكرناها ان كانت سلعه، ما انا هذه سلعه. نعم. يجوز لي ان ابيع هذه السلعه ب 50. انا اشتريتها ب 40 ابيع. نعم. ب 50 مرابح. اشتريتها ب 40 يجوز لي ان ابيعها ب 40. دي تولية. اشتريتها ب 40 وابيعها ب 30 هذه وضيعة. نعم. فالسلعة يجوز فيها كل هذه الصور. نعم. صور. طيب هذه الصور اذا كان الغرض من السلعة ليس المال، الغرض السلعة. الان التحويل للغرض ليس السلعة. اي اذا كان الغرض. نعم. واضح. نحن قلنا اذا كان الغرض المال فينتفي، تنتفي هذه العلة. نعم. اما اذا كان الغرض السلعة واصبح الان الناس عندها الرصيد والحال مستقر والاموال ما فيها شيء والسيولة من سابت، فيصبح يرجع الحكم على ما كان عليه. إذا ترى أنه تحويل الرصيد يا شيخ الناس تجتنبه أفضل. أي نعم أي نعم. كرمك الله شيخ الكريم. نأخذ الأخت أمال من حلفة ثم نرجع لسؤال الأخت رميساء. السلام عليكم الأخت أمال. وعليكم السلام والرحمة. كرمك الله أختي. عندي أخت متزوجة لها زوج عنده مرة وأولاد. زوجي تمام بيصلي، أختي دي زوجها بيصلي وبيمشي الجامع وبيقرأ القرآن. طيب. لكن بس عنده حاجات بيشتم بينبذ وما دار الخاصة لازم يكون في راجل أختي. أها أعمل شنو أنا دايره ويا ربنا يهديه لي، وهو زوج تمام يعني ما عنده أي عوجة، دايره يهديه لأختي دي يعني. هي هذا زوج أختك؟ أي كلام هذا كله عن زوج أختك. أي زوج أختي بيمشي الجامع بيصلي وبيصوم والحمد. طيب. لله وما بيشيف ولا بيسجل، لكن بس عنده ألفاظ بينبز وشتب. ها السؤال الثاني. نعم. أي نسمعك يا أمل تفضلي. أي يلا ها السؤال الثاني، إنه حتى يعني ما بديها المصروف الكامل لأختي ولا بتسأل من أي حاجة تخصها يعني. نعم. أي طيب سؤال آخر. أي السؤال الثاني، أنا طبعا أنا بعامل الناس بأحسن معاملة وبلقى المعاملة ما كويسة، وقدر ما عمل بعامل الناس أحسن معاملة. نعم. لكن ما عارفة. طيب يعملوا بال ما عارفة كل الناس يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. يلا بيعاملوني ما معامل نفس المعاملة، بيعاملوني معاملة تانية. طيب وضح السؤال. أي جزاكم الله خيرا. أكرمك الله الأخت أمل. الأخت مي من كسلة. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت مي من كسلة. الأخت مي السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبتين بك أختي الكريمة تفضلي. وعليكم السلام. مرحبتين بك تفضلي. دايرة أسأل من اسم إسلام وإيمان. نعم اسم إسلام وإيمان. طيب تسمعني أنت تتكلم أبعد من التلفزيون يا أخت مي. والسؤال الثاني أبعدي من التلفزيون أو الراديو، اسمعيني من السماعة بس. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. يا أخت مي نسمعك، اسمع السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا طبعا أنصارية وبعد مرة كيف يجي زول خاشي يعني أنا بدون ما أشعر وبكون مثلا راشي كاشي وكذا يعني دار عارفين علي زني ولا لا؟ يدخل زول فجأة عليك. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. لعل الشيخ الكريم نأخذ فاصل ومن ثم نجيب على هذه الأسئلة بحول الله وقوتي، ونسأل الله يعينك عليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابنا المستمعين في كل مكان، فاصل قصير بعضهم واصل، ابقوا معنا.
سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان. ونحن في هذه الحلقة مع شيخنا الكريم دكتور قسم الله عبد القفار رئيس قسم الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية حفظه الله ورعاه ونفعنا الله عز وجل بعلمه. ونبقى شيخنا الكريم بعد هذا الفاصل مع ما تبقى من أسئلة وردت إلينا. السؤال الأخير للأخت أو لابنتنا رميساء بتسأل عن الدلوكة التي تضرب للنساء خاصة، يعني هل يشترط أن يعني أن يضرب بها الجواري فقط البنات الصغار أم يجوز لكل النساء؟ لا ولا حرج، نحن الدلوكة عرفا عندنا تسمى دفا، نعم، وطبلا وكذا، هذه كلها لا حرج، كل واحد دلوكة والدف والطبلة كلها بمعنى ما يضرب، يعني كل ما يضرب، نعم. لأنه في الشيخ الكريم في ناس يقولوا الدف الذي يضرب هكذا، لا عداه ليس دف ولا ليس التفريق. التفريق أنا ما وقفت على من فرق، لكن كل ما يضرب في له صوت كطبل، نعم، أو دف كان يسمى الدفوف، كل دف، أي نعم، نعم، ويضرب عند القدوم من الحرب أو عند الزواج، يعني المرأة التي نزلت أن تضرب دفا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما، قالت يا رسول الله نذرت نذرا أن أضرب بين يديك عند إن رجعت سالما، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع قال لها أوفي بنذرك، فضربت هذه المرأة بالدف، فإشارة على جواز استخدام الدف في هذا الموطن، كذلك جواز استخدامه في الزواج، أعلنوه وشروه وأضربوا عليه بالدفوف، لا حرج بشروطه الشرعية ما يصاحبه من غناء، لا بد أن يكون غناء طيبه طيب وخبيثه خبيث، لا يكون الكلام خبيثا فيه تشبيب بالنساء، فيه غزل، فيه إثارة للشهوات، لا، لابد أن يكون كلاما طيبا كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجواري الأنصار، أتيناكم نحييكم فحيونا. تعسف يا شيخ الكريم، من أين جئت هذا؟ لا هذا الواقع كله، لا لابد من إيجاد البديل، ونحن نقول الفتوى لابد أن يصحبها بديل، هذه من الأمور الأسس التي تنبني عليها الفتوى، إيجاد الفتوى مع البديل، نقول الربا حرام نوسع للناس في المعاملات الشرعية المعروفة، نعم، نقول الغناء والمعازف حرام لا بد من الإنشاد والكلام الطيب، نقول الشعر الذي فيه التشبيب بالنساء والغزل بها لا بد أن يكون الشعر الذي فيه القيم الحماسة والكرم والشهامة، إذن لا بد من البديل، وهذا الكلام ليس يعني له مستند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء في حادثة خيبر عندما قدم بلال بتمر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نبيع الصاعين أو الثلاث من تمرنا بالصاع من هذا، قال أواه إنه عين الربا
لا تفعل، بيع الذي عندك بالدراهم. هنا هذا البديل، شاهد من هذا البديل، بيع الذي عندك بالدراهم ثم بيشتري بالدراهم جنيبا ما يأتي. نعم. إذن بيع هذا دلالة على إعطاء البديل، هذا ربا حرام حكم شرعي. نعم. التمر بالتمر متفاضل الحكم شرعي ربا، لكن ما هو البديل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك بلال رضي الله عنه وارضاه إلا أن أعطاه البديل. البديل نعم. كذلك الحديث المسيء صلاته، مسيء صلاته هذه في معامل. نعم. كذلك في العبادة الرجل الذي أساء صلاته ثم جاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلي. قال يا رسول الله والله لا أعقل غيرها في الثالثة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أعطاه البديل، قال له إذا قمت فأحسن الوضوء. نعم. ثم قم فكبر إلى آخر الحديث. إذن هنا الفتوى لا بد أن يصحبها البديل الشرعي. طيب البديل الشرعي. نعم. الشيخ الكريم في هذا الأمر الآن يعني النساء لوحدهن نعم. يضربن هذا الدف ويغنين، ولكن يصعب هذا في أحيان كثيرة المكبرات الصوت يعني، ويكون الرجال يسمعون مثلا في الخارج، إذا يحدث خلاف في هذا الأمر. لا هو لابد يعني هذا الصوت الذي يخرج لا يكون فيه شيء من الخضوع بالقول، إن كان غناء نعم لا حرج، أتيناكم نحييكم فحيونا ولولا الحبة السمراء ما ابتلت بوادينا ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذارينا، هذه كان يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تقال بين يديه صلى الله عليه وسلم. إذن لا حرج في الأمر المباح الذي نعم لا خضوع فيه بالقول، ولا تشبيب بالنساء، ولا كلام نابي. نحن الآن قد تسمع بعض ما يقال الآن نعم في شيء مما يخدش الحياة من الرجال نهيك عن النساء. أي نعم فيه شيء ما يخدش الحياة. نعم. هذا لا يجوز أن حتى نرفع به أصواتا، حتى أن نقوله ناهيك عن أمر نرفع به أصواتا. أما إن كان مباحا وارتفعت فيه صوت النساء بعادة الاجتماع للعرس وكذا، الأصل فيه الإشهار، العرس الأصل فيه الإشهار، فرفع الصوت إن كان لم يكن فيه خضوع بالقول ولا كذا فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. ويستمع له الرجال ما يكون في حرج بالنسبة له؟ لا هذا للنساء، يسمع الرجال يعني أصوات تكون عالية، يسمعوه عرضا عرضا، لا سمعوا عرضا لا حرج، لا لكن لا يقصدوه قصدا، قد يكون جارا شيخ الكريم لا يقصدوه قصدا. حياك الله شيخ الكريم. بارك الله نفع الله بك شيخ الكريم. حياك الله. الأخت أمال من حلفة بتقول أختها متزوجة من رجل له زوجة أخرى وأبناء، وتشكره وتثني عليه، ولكنه تقول أنه يعني يشتم ويسيء كثيرا بلسانه. أنا أقول أن أن يوصى بين الرجل والمرأة الإحسان سواء جميع من كلا الطرفين، هي الآن ذكرت جانبا واحدا نعم، والجانب الآخر ما سمعنا له الطرف الآخر نعم. ولذلك إن جاءك أحد الناس قد فقد عينه فلا تحكم له، قد حتى تكون يأتيك الآخر فقد ربما قد فقد نعم. عينيه كلتا عينيه. إذا نقول هنا نوصي الأزواج عموما الزوج والزوجة بأن كل منهما نعم. يحسن إلى الآخر، كل منهما لا يسيء الآخر، كل نعم. منهما يخفض جناحه للآخر، حتى تسير هذه السفينة العش الزوجية هذا نعم. على أحسن حال. ثم ما يحدث الخلاف غالبا في الحقوق نعم. هناك واجبات لا يعطيها، هناك واجبات شرعية، واجبات شرعية كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت، المأكل، المشرب، المسكن، الملبس، العلاج، التعليم، هذه الأساسيات. أما بقية الكماليات فيدخل فيها سعة الرجل وقدرته المالية، يدخل فيها كثير من الأشياء التي لا نستطيع أن نحكم عليها، ولذلك كل واحد من الناس يعرف سعته التي ينفق منها على زوجه وعلى أهله. ف يبقى الأساسيات هذه واجبات نعم. لا يعفى منها الزوج، لكن الكماليات يبقى فيها نعم. العرف بين الناس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها، قال خذي ما يكفيك وولدك نعم. بالمعروف. بالمعروف معروف هذا الشيخ الكريم قد يكون نسبي. أي المعروف على كل على سعته على قدره نعم. أكرمك الله شيخ الكريم، نسأل الله ينفع بك ويتقبل جهدك وعملك إن شاء الله. سؤالها الثالث والأخير بتقول هي تعامل الناس بصورة كويسة لكن لا تجد المعاملة بالمثل. لا أنا أقول لها أحسني للناس وابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فأنت تعامل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، إن أحسن الناس إليك فبها ونعمت، إن لم يحسنوا وجدت منهم غير ذلك فاحتسب الأجر عند الله تعالى والعلم عند الله تعالى. أكرمك الله شيخ الكريم، ذكرتني هذا بحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أحسن إليهم، أي أصلهم ويقطعونني نعم. وأحسن إليهم ويمنعونني، قال أصلهم فكأنما تسفهم المل بمعنى نعم. الرماد الحار نعم. أكرمك الله شيخ الكريم. الأخت ميمي انكسرت تسأل عن اسم يعني تسمية البنات باسم إسلام وإيمان. من العلماء من كره هذه التسمية، الأصل في التسمية أن تكون خير الأسماء
اللي يستحب الإنسان الأسماء التي لا يكون فيها شرك، لا يكون فيها تزكية للنفس. الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، غير اسم برة بزينب، برة لأنها فيها تزكية للنفس، وغير اسم صخر بسهل، وغير اسم حزم بسهل. صخر كان اسمه رجل سهل بن سعد الساعدي، كان اسمه صخر بن سعد الساعدي، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من صخر إلى سهل، وغير اسم حزن عم أو جد سعيد المسيب عليه رحمة الله تعالى، سعيد المسيب بن حزن المخزومي عليه رحمة الله تعالى، سيد من سادة التابعين. قال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم جدي حزن، قال فأبى، قال يا رسول الله لا أغير اسما سمانيه به أبي وجدي، قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمه، أي على الاسم الذي بقي عليه. يقول سعيد المسيب: والله ما زالت الحزونة فينا. حديث سبحان الله، الحزونة بمعنى الشدة، يعني كان فيهم حدة، كان فيهم حدة وفيهم شدة. قال فما زالت الحزونة فينا، بمعنى أن الشدة كانت فيهم. فيستحب تغيير الأسماء. بعض الناس شيء بشيء يذكر، بعض الناس يذكر أن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء الذين أسلموا أو دخلوا في الإسلام. يعني عندنا الآن أحد الناس جاء في الإسلام فدخل الإسلام، فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير من أيوه سمامة بن أسال أسلم، فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغير اسمه من سمامة بن أسال يسميه إلا أن يكون اسما فيه إشكال. نعم، اسما فيه إشكال، كعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد اللات، كان اسمه عبد اللات، فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد اللات إلى عبد الرحمن. إذن هذا الاسم فيه إشراك. الإيمان وإسلام كرهها بعض أهل العلم لما فيها، إسلام فيه ما إسلام ما فيه، لا إيمان في إيمان ما في، وقد يغضب إنسان منها فيسر إيمانا. ولذلك هنا جاءت الكراهة من هذا الباب، والعلم عند الله تعالى. أكرمك الله شيخ الكريم. سؤالها الأخير تقول: هي محتجبة ويدخل عليها إنسان فجأة، هذا لا إسم عليها ولا حرج فيه، لا إسم عليها على من دخل، لا إسم على من دخل عليه، أن يستأذن عليه، أن يتنحنح عليه، أن حتى يأخذ الناس أهبتهم. فلكن أن نقول، أن تقول هي عليها الأولى أن تقول أنا منتقبة وأنا متحجبة وأنا كذا، هذا هذه السمة، هذا الأصل هذا الأصل في هذا الأصل الشرعي، نعم، أصل الشرع للمرأة. نعم، فنقول لها زادك الله حرصا على هذا الأمر، ولا حرج، يعني لا اسم عليك فيه، من دخل عليك فجأة فعليك أن تبادري إلى حجابك، أو ممكن تناصحه وتحدثه يزعل شيخ الكريم أو يدخل في هذا. لا حرج تقول له: يا أخي تنحنح، نحن لا نقبل دخول الأجانب، أو توصي أخاها أباها، نعم، نتكلم عن هذا الداخل، توصي أمها إن كان من قرابة الأم، أو توصي الأب إن كان من قرابة الأب. نعم، أكرمك الله شيخ الكريم، حياكم الله. في ختام هذه الحلقة حياكم، نسألكم دعاء أن يلطف بحالنا وبلادنا إن شاء الله المسلمين. نقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أغيثنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أغيثنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أغيثنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عسيرا الا قضيته. برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باعداء دينك اجمعين، من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم نسالك لامه الاسلام في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين، امنا وسلاما ورخاء وبسطه في العيش يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا أن تحفظها من الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم اطعم جائعنا واكس عارينا، اللهم عاف مبتلانا واشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ازغ علينا نعمة الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى والمنافقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بهذه الدعوات المباركات نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من شيخنا الكريم جهده، ويتقبل دعاءه، ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. بالحب عشنا اللقاء، على أمد أن نلتقي بشيخنا الكريم في حلقات قادمات بإذن الله تبارك وتعالى في فقه السوق. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.